طبعا كل عام وانتم بخير وربنا يجمعنا ويكون عيد مبارك للجميع ان شاء الله، ونسأل الله انه ربنا يغير الحال لاحسن حال ان شاء الله. احنا متأملين ان يكون الوضع افضل من هيك لعدة أسباب، أول شيء الرواتب، الوضع الإجمالي طبعاً بالنسبة للضفة الغربية كله شوي في قلق، إما ربنا يهدي الأجواء كلها وتمرك بسلام وخير، وربنا يبعدنا عن الفتن والمشاكل، وربنا يهدي بال الجميع. كل عام وانتم بخير. الحمد لله هاي ايام عظيمه وايام مباركه، والله يعين الناس. الوضع صعب لانه ما انت شايف يعني الرواتب وين تنزلون 85%، فالوضع الاقتصادي زي ما انت شايف يعني هالسواق مش بزياده يعني. وكل عام وانتم بخير. هي من أعظم أيام السنة إن شاء الله، الأيام العشر ذي الحجة، أيام عظيمة إن شاء الله وربنا يتقبل الطاعات. أما من ناحية اقتصادية والله القوة الشرائية مثل ما أنتم شايفين يعني مش كما يجب يعني بصراحة. إحنا بنحكي يعني ضايل بفصلنا عن أيام العيد، عن يوم العيد 48 ساعة، فالله يكون بالعون. وبالذات شغلة الموظفين برضو إلها تأثير كبير بصراحة يعني، والأوضاع الأمنية طبعا لها دور كبير.